زرنا الصليب الضخم وزرنا نصب الأحرف الأبجدية. الآن سنرتفع إلى جبال أراكاز. جبال أراكاز طبعا مقطوع طريق، راح نمشي الحد اللي نقدر نوصلها، الثلوج اللي تسمح لنا بها العبور، وإذا ما قدرنا نوصل فنضطر راح نرجع نتوجه إلى مكان آخر. رافقونا، نحن أرارات للسياحة. سنتوجه إلى جبال أراكاز. يمكنكم متابعة كل تقاريرنا على اليوتيوب من خلال قناتنا، قناة أرارات للسياحة. في خانة البحث في اليوتيوب اكتبوا أرارات للسياحة، ستظهر لكم صفحتنا وكلها تقارير باللغة العربية عن أرمينيا. هذا الطريق احنا متوجهين على جبال أراكاز. طبعا جبال أراكاز تتكون من اربعة قمم، هسه نشوفها قدامنا. فوق بالقمة اعلى مكان على 4200 متر توجد بحيرة. البحيرة طبعا هسه مقطوع الطريق، ما راح نقدر نوصلها، راح نمشي الحد اللي نقدر نوصل بها. فوق موجود مطعم تقدم اكلة الباكر أو أكلة الكراعين، إذا تعرفون في الإمارات يسمونها الكراعين. هسه دخلنا منطقة الثلوج، هسه احنا جانبتي فوق الثلوج. تصور شوف هذه الثلوج، هذه تقريبا المناطق اللي بدأت تصعب سياقها فيها. احنا هسه تقريبا على ارتفاع يقارب 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. راح نستمر بالمسير الى الحد اللي نحس به السياره ما تمشي. هذه الثلوج اللي نشوفها هسه طبعا اللي متساقطه قبل 3 ايام 4 ايام، صار كم يوم الجو مشمس